مرحبا وأهلا بكم إلى ندوة اليوم على الإنترنت تحت عنوان هبة اللغة. هذه ترجمة لندوة على الإنترنت قدمت بصيغتها الأصلية باللغة الإنجليزية من قبل ليسا هيكس، إحدى مدربات اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية. سنتكلم عن اللغة، سنتحدث عن فوائد كون المرء ثنائي اللغة وأهمية ذلك، سننظر إلى اللغة الأم كهبة من أولياء الأمور وما يمكننا القيام به كأولياء الأمور لتعزيز هذه اللغة. لماذا ثنائية اللغة؟ تعجبني كثيراً هذه المقولة لفرانك سميث، والتي تقول: لغة واحدة تضعك في ممر على مدى الحياة، لغتان تفتحان لك كل باب على امتداد الممر. إنها تظهر أهمية كون المرء ثنائي اللغة، ستكون هناك الكثير من المزايا لأطفالنا. لذا دعونا نلقي نظرةً على الفوائد من خلال هذه الشريحة. 1- تبين الدراسات أن هناك العديد من الآثار الإيجابية على الدماغ. يضطر الأشخاص الذين يتكلمون لغتين أو أكثر إلى الانتقال بين النظامين للغة. يساعدهم ذلك مع فهم مفاهيم الرياضيات ومع حل المسائل اللفظية ومع تطوير مهارات قوية للتفكير ومع استخدام المنطق، كما يساعدهم ذلك مع التركيز ومع التذكر ومع اتخاذ القرارات. يفكرون أكثر باللغة، فيساعدهم ذلك على تعلم لغات أخرى. 2- لقد لوحظ أن الأطفال ثنائي اللغة يتفوقون على الأطفال أحادي اللغة بلغتهم الأم. 3- تعتبر القوى العاملة أن معرفة لغة أخرى هي أولوية عالية. 4- ثنائيو اللغة متعودون على التغيير الدائم، وهم عادة أكثر انفتاحاً على التجارب والتغييرات الجديدة. 5- تتيح لكم الانغماس بصورة أكبر في الثقافة واللغة. 6- القدرة على التحدث بأكثر من لغة واحدة يفتح المزيد من الأبواب كما ذكرت المقولة. 7- إنه من الأسهل نقل مهارات اللغة هذه إلى لغة أخرى. وأخيراً، هل من هبة أفضل من تقديم هبة اللغة لأطفالكم؟ أن يصبح الأطفال ثنائيي اللغة يساندهم على الاحتفاظ بصلات قوية مع كامل أسرتهم وثقافتهم ومجتمعهم. وإليكم المزيد من الفوائد لأن يكون أطفالنا ثنائيو اللغة. الأطفال ثنائيو اللغة أكثر ذكاءً، لديهم لغتان وبإمكانهم معالجة لغتين في سن مبكر جداً. وقد أظهر الباحثون أنه يمكن للدماغ ثنائي اللغة أن يبدي اهتماماً أفضلاً وأن يكون لديها قدرات على الانتقال بين المهام بصورة أكثر من الدماغ أحادي اللغة بفضل قدرته المتطورة على كبح لغة واحدة خلال استخدام لغة أخرى. يمتلك الأطفال ثنائيو اللغة ضعف المفردات، لا يضحون بلغة لتعلم لغة أخرى، لكنهم يكتسبون مهارة أخرى. الأدمغة ثنائية اللغة تقوم بمهام متعددة بصورة مستمرة حيث تنتقل من لغة إلى أخرى. يساعد ذلك التلاميذ مع واجبات حل المسائل. إنهم أكثر دراية ثقافياً، يتعرضون لثقافات مختلفة مما يتيح لهم قبول واحترام الأشخاص من ثقافات أخرى. هذه الشريحة تجعلنا نفكر بأي من اللغات نتحدث. لذلك فكروا باللغات التي تتحدثون بها في المنزل وما يسمعه أو يتكلم به أطفالكم. ما هي اللغات التي يسمعونها من حولهم في المنزل، في حيكم، في المدرسة؟ وإليكم على الجهة اليسرى اللغات الست الأولى التي يتم التحدث بها في مدارس وسطر الرسمية. لم يتم ذكرها بأي ترتيب. لدينا اللغة الإسبانية والبرتغالية والألبانية والفيتنامية والعربية ولغة توي. على الجهة اليمنى يبين المخطط أكثر اللغات المتحدث بها في جميع أنحاء العالم. اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى، ومن ثم لغة الماندرين الصينية، اللغة الهندية، اللغة الإسبانية، اللغة الفرنسية، اللغة العربية، وهلم جرا. اللغة هي إحدى أهم الهبات التي يمكنكم إهداؤها إلى طفلكم. اللغة التي تتحدثون بها مع أطفالكم هي اللغة الأولى التي سيتعلمونها. إنها أول صلة بكم وببقية أسرتكم وبثقافتهم ومجتمعهم.
إنها اللغة التي يستخدمون في بادئ الأمر للتعلم عن العالم من حولهم. إنها اللغة التي تساعدهم على الاستعداد للحياة، وأنتم جزء أساسي من هذه العملية. هذه واحدة من الطرق العديدة حيث يكون أولياء الأمور أول المعلمين لأطفالهم. والآن كيف نعطي هذه اللغة إلى أطفالنا؟ الإجابة بالفعل سهلة للغاية. نواصل التحدث معهم في المنزل كل يوم. الصلات بالأسرة. استخدامكم للغة الأم يصل أطفالكم بأسرتكم، يوفر ذلك أيضا علاقة بتقاليدكم الثقافية المهمة وبالأصدقاء والجيران الذين يتكلمون اللغة ذاتها. استخدامكم للغة الأم يتيح لكم تعليم أطفالكم وتعليم أشياء جديدة معا. بإمكانكم التحدث عن التجارب والكلمات الجديدة، بإمكانكم التمرن على الحروف والأعداد. كل هذه الأشياء هي جزء مهم من التعلم المبكر لأطفالكم، وسيكون القيام بذلك أسهل لكم وأكثر متعة إذا استخدمتم اللغة الأكثر راحة لكم. لكن ماذا عن اللغة الإنجليزية؟ يحتاج الأطفال الذين يعيشون في الولايات المتحدة إلى اللغة الإنجليزية للنجاح في المدرسة وفي الحياة. من حسن الحظ يمكن للأطفال الصغار أن يصبحوا ثنائي اللغة بسهولة. تتوفر للشخص الذي يتكلم أكثر من لغة واحدة الكثير من الفرص للدراسة والسفر والعمل في الولايات المتحدة وحول العالم على حد سواء. كون الأطفال ثنائي اللغة يساعدهم على بناء مهارات أقوى للتفكير. لكن ماذا لو أن اللغة الإنجليزية ليست بتلك القوة؟ يجب أن تتحدث باللغة التي تشعر بالراحة عند استخدامها. إذا كانت اللغة الأم أكثر قوة من لغتك الإنجليزية، يتعين عليك إذن استخدام اللغة الأم مع أطفالك لبناء مهارات لغوية قوية. كثيراً ما يطرح هذا السؤال: هل سيرتبك أطفالي إذا استخدموا لغتين؟ بإمكان الأطفال الصغار تعلم لغتين أو أكثر في نفس الوقت. يتعلمون بسرعة عندما يكون لديهم الكثير من التجارب مع الكبار الذين يتكلمون معهم ويستمعون إليهم. في بعض الأحيان يجمع الأطفال الكلمات أو الجمل من كلتا اللغتين، ولا بأس بذلك. قد يبدو الأمر وكأنهم مرتبكون، لكنهم في الواقع يتعلمون القواعد والمفردات من كلتا اللغتين ويرتبونها في أذهانهم. يدل ذلك على التعلم والتفكير الجيدين. يفضل أطفالنا التحدث باللغة الإنجليزية. ماذا يجب أن نفعل؟ أولاً، لا تقلقوا. ربما يفضل أطفالكم اللغة الإنجليزية لأنها اللغة الوحيدة التي يتحدث بها أصدقاؤهم. تكلموا مع أطفالكم عن اللغة. اشرحوا لهم أن تعلم كلتا اللغتين هو أمر مهم. تكلموا عن الأشخاص المميزين في حياتهم الذين يتحدثون بلغتكم، بما فيهم الأنسباء والأصدقاء المفضلين. اشرحوا لهم أن الأشخاص ثنائي اللغة لديهم ضعف الفرص لتكوين الصداقات والتعلم عن ثقافات جديدة. اجعلوا من اللغة الأم لغة ممتعة من خلال قراءة الكتب وغناء الأغاني ولعب الألعاب بهذه اللغة، واستخدموها عند القيام بأي نشاط. لغتكم هبة، والتحدث بها يبقي أسرتكم على تواصل. تذكروا بأن علاقتكم بأطفالكم تعتمد على اللغة. مع تقدمهم في العمر تزداد أهمية التواصل. ستتحدثون عن مجموعة واسعة من المواضيع. يكون ذلك أسهل وأكثر متعة لكل منكم إذا كنتم تتحدثون بنفس اللغة. إليكم بعض الأشياء التي بإمكانكم القيام بها مع أطفالكم في المنزل. رواية القصص. من خلال رواية القصص يطور أولياء الأمور المفردات ومهارات اللغة الشفهية لدى أطفالهم. بإمكان أولياء الأمور أيضاً تشجيع الأطفال على الإضافة إلى القصص أو اختلاق قصصهم. القراءة. اقرأوا كل شيء. بإمكانكم أيضاً قراءة الكتب المصورة من دون كلمات والتي تروي القصص من خلال الصور. قد يمثل ذلك طريقة ممتعة لأولياء الأمور والأطفال للجلوس معاً مع الكتب والتحدث عن القصص. بإمكان الأطفال التعلم كيفية تطوير القصص والتكهن وتطوير حب للكتب. شاركوهم ذكريات الطفولة، أغاني الأطفال والأغاني والأناشيد. يمكن لهذه الأشياء أن تطور مهارات اللغة الشفهية مثل التنغيم والنبر. الأنشطة الترفيهية.
ابحثوا عن الأنشطة الترفيهية التي تحدث بلغتكم، اذهبوا إلى المكتبة وابحثوا عن الكتب ثنائية اللغة أو الكتب من دون كلمات أو الكتب بلغتكم الأم في المكتبة. تكلموا في متجر البقالة وخلال النزهات وفي أي مكان. اطلبوا أن تكون الإجابات مؤلفة من أكثر من نعم أو لا. الإنترنت، توجد الخيارات الكثيرة على الإنترنت من المواقع الإلكترونية حيث يمكن إيجاد الكتب بلغتكم الأم إلى أغاني وبرامج الأطفال بلغتكم الأم. ما الذي نظرنا إليه اليوم؟ نظرنا إلى فوائد كون المرء ثنائي اللغة وهبة اللغة وما يمكننا القيام به كأولياء الأمور لتعزيز هذه اللغة. شكراً لإصغائكم اليوم. أرجو أن تكون هذه الندوة على الإنترنت قد شجعتكم على الاستمرار باستخدام لغتكم الأم مع أطفالكم. اللغات التي تتحدثون بها مهمة لأطفالكم ولأسركم ولأحيائنا ولمدارسنا.